السلام عليكم، اسمي لكشمي، أنا في الصف الرابع. أكتب أن يوم الشهيد هو المناسبة التي تهدف في دولة الإمارات العربية بتاريخ 30 نوفمبر من كل عام. تم الإعلان أن يوم الشهيد عام 2015 ضمن بيان الصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عزى التاريخ لذكرى سقوط أول شهيد في تاريخ الإمارات في 30 نوفمبر 1971 ويضحى سالم سهيل خميس. شكراً.